على جنود مجهولين هي ومضة من أفكار أبناء الإمارات عبر صحيفة الإمارات اليوم. إنها مسابقة المتميزين من أبناء الوطن فارس الظل، تلك المسابقة التي خصصتها مؤسسة دبي للإعلام للموظفين المتميزين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية في إمارات الدولة كافة، تشجيعا ودعما وتحفيزا لهم، خاصة أنهم يعملون بصمت ودون كلل أو ملل في تقديم الخدمات للجمهور، ليستحقوا بذلك التكريم من سعادة أحمد عبد الله الشيخ العضو المنتدب المدير العام لمؤسسة دبي للإعلام، بعد اجتيازهم لمراحل عديدة استحقوا من خلالها أن يكونوا فرسانا حقيقيين في خدمة المجتمع. مبادرة المؤسسة، مؤسسة دبي للإعلام، بإطلاق هذه المسابقة، أعتقد هذه مبادرة إيجابية، مبادرة محفزة. يجب أن تحذو الدوائر الأخرى، المؤسسات الأخرى، بتحفيز الموظفين، لجعل الموظف هذا قادر على الأداء، قادر على بث روح الحماس فيه لتقديم خدمات متميزة جليلة من أجل النهوض بخدماتنا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن لا تكمن أهمية مسابقة فارس الظل في كونها جائزة تقدمها مؤسسة دبي للإعلام للمتميزين فقط، بل في كونها مسابقة تعزز ولاء وانتماء الموظف لعمله ووطنه عبر دفعه للتفاني في العمل من أجل أن يقدم الأفضل دائما. مسابقة فارس الظل هي جزء من العمل المجتمعي لمؤسسة دبي للإعلام، الهدف منها كان تكريم الموظفين المتميزين في الدوائر المحلية، الموظفين اللي احنا نعتبرهم خلف الكواليس، اللي هم فعلا أبطال حقيقيين يأدون خدمة حقيقية للجميع المتعاملين. كان الهدف تسليط الضوء على هذه الفئة من الموظفين وإخراجها للأضواء لمدة شهرين، ويعني إبرازهم للمجتمع وإبراز دورهم الحقيقي في المجتمع. وبعشرين موظف من أصل ما يزيد عن 4000 موظف متميز في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، كانت مسابقة فارس الظل، وهو ما جعلها حامية الوطيس، ولعبت الأضواء المسلطة إعلاميا على المتسابقين دورا في تحفيز التميز وإظهاره. المسابقة لم تكن تعكس أداء الموظف في الحقيقة، كانت تعكس أداء الإدارة بشكل عام، وهذا هو الناتج الجميل والمكسب الكبير اللي نحن الحمد لله جنيناه من خلال هذه المسابقة. اتصالات وردتنا من خارج إمارة دبي على مستوى الدولة، مطالبة الدوائر بنقل التجربة هذه على مؤسساتهم، على دوائرهم، لتحفيز الموظفين. وهكذا انتهت الدورة الأولى من مسابقة فارس الظل، وفي جعبتها تنمية لروح الخدمة العامة وتكريس للتنافسية المهنية بين الموظفين وتكريم للكوادر البشرية المتفانية والمبدعة على أرض الوطن. دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل سائقي المركبات إلى ضرورة أخذ الحق